في الجنوب. دعنا نمضي إلى صحيفة أخرى في السودان نطالع الشيوعي. يقول الانفلات الأمني بالخرطوم وبعض الولايات مدبر، حيث وصف القيادي بالحزب الشيوعي وقوى الحرية وتغيير صديق يوسف حالة الانفلات الأمني التي شهدتها العاصمة وبعض الولايات مؤخرا بأنها مدبرة من الجهة التي أسقطتها ثورة ديسمبر. وأشار إلى أنهم في الحرية والتغيير يتابعون هذه الظاهرة. وقال يوسف للسوداني إن الحرية والتغيير لديها اجتماعات متواصلة مع الجهات المختصة لبحث القضايا الأمنية. الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة، يقول الحزب الشيوعي بأنه عمل مدبر من قبل الجهة التي أسقطتها ثورة ديسمبر المجيدة. هل تتفق مع هذه الفرضية وهذه المعلومات التي جاءت على لسان الحزب الشيوعي؟ بالبحث في الروابط والعلاقات في المشهد السوداني تجد هناك تزامن في وقوع هذه الأحداث مجتمعة وبروز لما يعرف بالنيجرز ومجموعات متفلتة تستخدم الأسلحة البيضاء، تروي على الآمنين، تعتدي على النساء والفتيات، وأحيانا يعني تحاول أن تنهب بعض الممتلكات لبعض الأشخاص، وهناك حوادث واعتداءات على البعض. يعني عندما يحدث هذا المشهد في كبري الحلفاية، عندما يحدث في مستشفى مبدا، عندما يحدث في موقف مواصلات الشهداء، عندما يحدث في ساحة الحرية، لا تستطيع أن تفسر هذا الأمر سوى أن هناك ساعة صفر محددة، هناك ترتيب ما وراء هذه المجموعات، وأن يتزامن هذا أيضا في الفضاء الإقليمي والولائي بوقوع أحداث أيضا ليست هناك بينها مسافة في الوقت. عندما يحدث هذا في بورت السودان، أو عندما يحدث هذا في الجنينة، ويحدث هذا في كادوغلي، ويحدث هذا بالقرب من نيالا، أحداث مثل هذه ذات طابع إثني وقبلي وتقاطعات ذات أبعاد قبلية لا تستطيع أن يعني هو عمل مدبر، هو عمل مدبر بالتحليل، لا تستطيع أن تنظر إلى كل هذه الأحداث بمعزل عن بعضها البعض. أنا في تقديري أن يمكن هذا التفسير أقرب إلى المنطق، ويمكن أن نجد روابط وعلاقات، وبالتالي في التحليل لا بد أن نصل إلى من المستفيد من هذه الحالة. الأقرب إلى أن هذا الفعل المستفيد الأكبر وراءه هو قوى الثورة المضادة والمجموعات طيب التي تنشط الآن في ظل هذه السياقات والتطورات. يعني ما الذي فهمته من رسالة محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي بتحذيره للقوات النظامية من التقاعس؟ إلى من بالتحديد يوجه حمايته هذه الرسالة؟ الصورة الأولية قالت في أحداث الجنينة أن القوى الأمنية المعنية بحفظ الأمن وبالتالي حماية المواطنين المدنيين لم تقم بواجبها كما ينبغي. صورة التقاعس تبدو واضحة جدا في هذا المشهد. يعني هو محق في هذا الحديث؟ في تقديري أن هذا استقاه من وجوده الميداني على الأرض، وجود دقلو ووجود حمدوك رئيس الوزراء في الجنينة، ومطالعة التقارير الأمنية، ومراجعة سير الأحداث، وموقف القوى النظامية التي كان ينبغي لها أن تقوم بدور في الفصل أو الفض لهذه المجموعات عن بعضها البعض. كل هذا أعطى مؤشرات حقيقية أن هناك نوع من التقاعس. هل هذا التقاعس سبب أستاذ فاضل حسب رأيك؟ يعني هو القيام كافة الأجهزة بأدواره يقلل من حجم الخسائر والضحايا بطبيعة الحال. عندما يحدث هناك دس للمحافير في القالب، هنا تأتي مساحة للتأويل والتفسير. لا تدري هل هذا عدم الانتظام في العمل والمشاركة في عمل القيام بالأدوار الطبيعية التي تقوم بها الشرطة أو تقوم بها أجهزة الأمن أو أي أجهزة منوط بها أن تقوم بهذه الواجبات، يصبح الأمر محل أكثر من تفسير. ربما أنها متواطئة مع جهة ما، أو أن هناك جهات تؤثر على هذه الأجهزة. لا زالت الحديث عن الدولة العميقة، الحديث عن وجود فلول للنظام القديم في هذه الأجهزة وفي داخل أروقتها ودهاليزها، الحديث عن أن هناك جهة ما يمكن أن يستمع لها وأن تلتزم هذه الأجهزة بالقيام بإشارات منها. هذا التأويل وارد طبعا. هناك تأويل آخر أن هذه الأجهزة أيضا تعاني من مشكلات أصلا، باعتبار أن لا تتوفر لها كافة الأدوات التي يمكن وحجم القوى الكافية للاطلاع بواجباتها، ولذلك لا تريد أن تزج بنفسها في صراعات بدون تكافؤ في ميزان القوى بينها وبين الأطراف الأخرى. هل كل هذا وارد؟ هل يجوز لنا أن نربط ما قلته الآن ب
الحديث عن اهتزاز الثقة بين المواطن وبين القوات الأمنية على قرار ميلاد ثورة ديسمبر، كانوا هناك شواهد عديدة جدا عن عدم ثقة بين المواطنين، مجموعات كبيرة جدا منهم، وبين القوات الأمنية. هل هذا الحديث يصف في إمكانية إعادة الثقة بين القوات النظامية والمواطنين؟ أنت الآن تتحدث عن دس المحافير، تتحدث عن توترات هنا وهناك. نعم صحيح، أنا في تقديري أن موارثنا تركة ثقيلة من النظام القديم، ومن ضمن هذه التركة ومن أخطر الصورة الذهنية التي ترسخت لدى المواطن العادي في السودان تجاه هذه الأجهزة، هذه الأجهزة التي قامت بأدوار قمعية ضد المواطن السوداني، وكان هناك تلاعب في المواقف الكثيرة، لا يوجد التزام بالقانون، والدولة صورة الدولة لم تكن صورة دولة قانون. هذه الأجهزة أيضا ابتليت بمصائب كثيرة، أنك لا تستطيع أن تميز من هو الشرطي ومن هو غير الشرطي، الرداء الشرطي يلبسه من يلبسه ويستخدمه من يستخدمه، اختلط الحابل بالنابل. أعتقد أن المواطن اهتزاز الثقة له أسباب موضوعية، والمشكلة الكبير في هذا الأمر يعود إلى أن هناك أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، وظلت تتوشح أردية الأجهزة الرسمية وتتعامل وفق أجندة سياسية وحزبية. هذا الأمر شوه، هذا تحدي في حد ذاته. نعم. بالنسبة للحكومة